شده وما نامش طول الليل يا عيني، او بس قاعد خدي عقله وشد، او بيبقى قاعد يجي وجع شديد جدا، او يجي ينام يصحى على وجع شديد، دي اعراض اكيد بايبس. تمام؟ والاكيد بايبس ما ينفعش يتعالج، لازم تشيل البلد تشيل كله. وفي حاجات حديثه اللي هو بدا يتوجه لها زي الاطباء تربطه بيه، يعملوا يشيلوا جزء كورونا زي ايده كده ويحطوا له ايه بدل دي. بس ده مش موضوعنا النهارده، ده موضوع بره الدراسه شويه. تمام؟ دي بقى هتعمل كوبليت اكستريشن، هتعمل دوت تريتمنت كاتابيرك او سيلر وكوبليشن وقصه هتاخدها في الجامعه دي. تمام؟ المرحله اللي بعدها لو ده ما اتعالجش كرونيك بطايس هعرف اهدى شويه، بس وجع بروك ويدي احيانا وجع مع السخن بس والساعه بيريحه، دي اخر اعراض قبل العصب ما يموت. يبقى المرحله الرابعه نيكروتيك بلد بريشر. نيكروتيك بيبقى اسيمتوماتيك، ما بيوجعوش، ما هوش ويرن، ما هوش بيتلفلف، مش اي حاجه خالص، بس سنه بيلعب معاك لفوق، سنه مطلع عليها وحش. تمام؟ المرحله اللي بعدها خالص مرحله اللي هي لا قدر الله بتقلب بيبيريا هيبريكال مانيفستيشن، البكتيريا اعلى ومرحله واخد راحتها وتتكاثر وتطلع سموم، وبعدين السموم تهاجم يعني من اول بدايه المشكله دي من اربع شهور اول مره قلت له يعرف انا عندي الكلمه دي بتخليني اعرف قيمه الدايجنوز قيمه الشيف كومبليت. هو الدكتور شاطر عند العيانين شخص صح وكان فعلا صح. تمام؟ ده لو عيب بيفهم يعني. تمام؟ في بعض المرضى معاييرهم فاقدين بصوره حاجه ثانيه خالص. بس احنا بنقول لو عيب بيفهم هتلاقيه بقى خلاص دي العياده مستمره معاك، انت شخصت المشكله اللي عنده صح واديت اهتمام كويس للتشخيص، وبعدين كان عندك خطه واضحه لعلاج المشكله اللي عنده وعرضتها عليه خطه موافقه وبدات تشتغل. وهندردش في السيناريو بتاع الحلقه واحنا ماشيين كده شويه. طيب يبقى انا عرفت من الكريتيريا اللي هو حكاها لي ان تقريبا نحشوا عصب. تمام؟ لا ده الكريتيريا غالبا بتاعت حاجه ايه؟ بريدونتال. اوكي شويه جنجيفايتس. تمام؟ يبقى انا خدت اول حته اللي هي تشيف كومبليت والداتا ليست. ده مهمين قوي في التشخيص. هو بيشتكي من ايه؟ وايه الحاجات اللي ممكن تكون لها علاقه بالمشكله بتاعتي انا بسالها له؟ اللي هو وجع من تلقائي ولا لا؟ الميه الساعه والميه السخنه اخبارها ايه؟ في وجع مع المضغ ولا لا؟ هل بيصحي من النوم ولا لا؟ دول خمس او اربع اسئله لازم نسالهم للمريض نكمل بيهم المعلومات اللي قالها. بعد ما حضروا الاثنين دول افتح بقه. قبل ما يفتح بقه شفت اي حاجه غريبه على وشه، اي حاجه غريبه في لو شفت اي حاجه غريبه تستدعي انتباهك ابدا اساله عن سكار معينه مثلا، ناسور فاتح وبيطلع صديد. تمام؟ ممكن يكون ده دنتال اوريجن، يعني ممكن يبقى فيه فيستيرا بتطلع بص على الخد وبدا من نفس جوه. وممكن تبقى انترا اورال جوه في الميوكوز. تمام؟ فده ممكن عيني يبقى داخلك وش وارم عامل زي البالونه كده. تمام؟ وده دنتال انفكشن او بنسميه فيشال سيرولايتس. ممكن نفس الكلام كده كده فيشال سيرولايتس جالي عيان من ست سنين حته كده مكركعه ونون تندر وهارد جدا بقى لمسها كده مش فيها ميه. تمام؟ ايه دي؟ وانا عامل له ابر فور في نفس السايت. قال لي لا ده انا كنت في السعوديه وفي زوامه كده اسمها الاشمانيه بتقرصنا هناك وبعملها كاين مع الطب اللي خلاص استبعدت ان دي تكون دنتال لانه عارف المشكله ايه. طب لو ما فيش لازم اشوف انها ممكن تكون دنتال، ولو دنتال اعلانها، لو مش دنتال ابدا اوديه لحد يكون متخصص في الحاجه اللي عنده. يبقى انا ببص على كل حاجه اكسترا ولا بالمره. طب افتح بقه، فتح بقه